اهلا بكم مره تانيه. النهارده صفحات الاول الجرايد المصريه كلها المنشط الرئيسي بتاعها او المسيطر عليها هو كلمه الرئيس او تصريحات الرئيس النهارده اللي قالها اثناء افتتاح اسبوع شباب الجامعات من جامعه قناه السويس. خلينا ناخد من الاهرام كده واحنا ماشيين وهنشوف ان كل جورنان اختار حته غير التاني. الاهرام النهارده المنشط الرئيسي بتاعها كان من تصريحات الرئيس في جامعه قناه السويس زي ما قلنا: ليس لدينا سوى الشباب لاختيار برلمان صالح للبلاد. الرئيس في لقاء مع شباب الجامعات بيقول: لا تسطر على فساد ولا احد فوق القانون، ليس من حق اجهزه الاعلام اصدار الاحكام على الناس. كان بيتكلم في اطار انه هو مستاء او مش عاجبه التصرف بتاع الاعلام او معالجه الاعلام لقضيه الفساد الاخيره. الرئيس كمان بيقول: لن اسمح بالاستيلاء على جنيه واحد من اموال الدوله، أشعر بمعاناة الشعب من ارتفاع الأسعار. أعتقد أنه لن أسمح بالاستيلاء على جنيه واحد من أموال الدولة، اللي هيحول هذا التصريح من مجرد تصريح إلى واقع الطريقة اللي تعامل معها الدولة أو النهاية بتاعت قضية الفساد بتاعت وزارة الزراعة. كمان الأهرام بتقول أن الرئيس قال: تلبية المطالب الفوائية ستكون على حساب الأجيال القادمة، عملية حق الشهيد ضد الإرهاب تجري في سيناء بجهد كبير، نريد معايير مصرية لجودة التعليم يتحدث عنها العالم، 5 ملايين لاجئ يعيشون في مصر منهم 500,000 سوري. الرئيس كمان بيقول: ما يحدث حولنا يؤكد صحة هدفنا الاستراتيجي بالحفاظ على الدولة المصرية. والأهرام خارج كده بوكس صغير في الآخر عن تحية الرئيس اللي أداها المحلب واللي هنشوفها ممثلة في تصريحات في جرايد تانية زي مثلا الأخبار اللي كان المنشط الرئيسي بتاعها: السيسي لن أسمح بأخذ جنيه واحد من أموال الشعب. ده العنوان الرئيسي اللي اختارت الاهرام تعمل منه منشط رئيسي، رغم انه الاخبار انا اسف رغم انه الاهرام حطيته خبر عنوان من العناوين الصغيره. كمان في الاهرام اهتمت بتحديد مصير محلب، وده برضو تعليه مناسبه لانه ناس كتير جدا مشغوله بمصير محلب. هل هو يمشي؟ هل هو يتحاسب؟ هل هو يخش جوه من القضيه بتاعه الفساد؟ هل هو الراجل هيقعد في بيتهم؟ هل الراجل كفايه عليه كده؟ ولا هيروح فين بالظبط؟ الاخبار بتقول انه على لسان الرئيس محلب سيعاونني شخصيا وجهد 18 شهر لا يضيعه حدوث مشكله. الحضارات لا تبنى على دماء او جماجم، وسنقف لمن لا يحافظ على بلده. والاخبار ابرزت اطلاق الرئيس النهارده للبرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده، وبكره ان شاء الله هيبقى عندنا حلقه مختلفه نشرح فيها ماهيه هذا البرنامج وهيتم ازاي من خلاله تاهيل الشباب. ده عناوين اللي اختارتها الاخبار. اليوم السابع والمصري يوم اختاروا عناوين مختلفه شويه او مغايره عن العناوين اللي اختارتها الاهرام والاخبار. اليوم السابع اختارت انها تقول: الرئيس يطلق اكبر مشروع لتاهيل الشباب ويوجه 6 رسائل من جامعه قناه السويس لفئات الشعب المختلفه. اولها انه الدستور كتب بحسن نوايا والبلاد لا تبنى بالنوايا الحسنه، وده التصريح اللي عمل حاله من الجدل واللخبطه والارتباك، وفي رايي تصريح مش موفق لانه فتح الباب هنا لفكره انه الناس هتقعد تتكلم على رغبه الرئيس في تعديل الدستور. الرئيس عاوز صلاحيات اوسع في الدستور وعشان كده يعدل الدستور اول ما يجي. طب هل يليق او هل يجوز انه الرئيس يتكلم على انه الدستور اللي وافق عليه المصريين يتكلم عليه بالطريقه دي؟ لا، هذا التصريح هيفتح باب من الجدل ما كانش ليه لازمه خالص. كان ممكن يستنى لحد البرلمان تقدم مشروع اقتراح بتعديل، يقدم اي حد اقتراح بتعديل، لكن فكره ان الرئيس يطلع يتكلم بهذا الشكل وبهذا التصريح فيما يخص الدستور، بعد كده بيطلع شويه ناس يقول لك الرئيس يده مكبله في الدستور. لا، الرئيس مش يده مكبله ولا اي حاجه، بالعكس صلاحيات الرئيس في كل هذه الفتره اللي ما كانش فيها برلمان، الرئيس كان موجود وبيشتغل. فحتى لو البرلمان اللي جاي بص على كل القوانين اللي طلعها الرئيس، قول لي ايه هو القانون اللي البرلمان كان ممكن يعترض عليه؟ بالعكس، كان ممكن البرلمان بمزيد من النقاشات يعني يجنبنا بعض الخلافات اللي ظهرت في القوانين، او النقاشات اللي تحصل في البرلمان تجنب الدولة والسلطة وتجنبنا احنا كلنا فكرة هل تم عرض هذا القانون او مشروع قانون لحوار مجتمعي ولا لا. ففكرة انه رئيس صلاحياته مكبلة مش مكبلة ما اعتقدش ان هي دي المشكلة.